في وقت وصل فيه الرئيس الصومالي الشريف شيخ أحمد الاثنين إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ثاني محطة له في جولة أفريقية يقوم بها من أجل حشد التأييد لحكومته بعد قرار قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة بتعزيز قوات حفظ السلام الأفريقية الموجودة في الصومال، دعا أمير حركة الشباب المجاهدين أبو الزبير في تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام، دعا الشعب الصومالي إلى الاستعداد لما سماه ميلاد دولة إسلامية تحكم بالشريعة في البلاد ولا تنتظر أي عون من الكفار حسب تعبيره، مهددا في الوقت نفسه بالإطاحة بحكم الشيخ شريف في غضون أيام، ومتوعدا إياهم أي قيادات المحاكم بالمثول أمام محاكم إسلامية بتهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب الصومالي واستقدام قوات أجنبية للبلاد. لمناقشة هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو عضو البرلمان الصومالي الكاتب والباحث أيضا الأستاذ محمد الأمين محمد الهادي. أستاذ محمد مرحبا بك. إذن يبدو أستاذ محمد أن الأوضاع آخذة إلى التصعيد وتتسارع بشكل سريع جدا، يعني في نحن أمام تهديد لشباب المجاهدين بأنه في غضون أيام، هم حتى طلبوا من الحكومة أن تستسلم في غضون 5 أيام، نحن أمام انشقاق حتى في داخل المحاكم الإسلامية تتناوله بعض وسائل الإعلام، نحن نتحدث عن مقاديشو الخالية من الشيخ شريف الذي هو خارج البلاد، هل بتنا على فعلا على بعد أيام من سقوط حكومة الشيخ شريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أبدا، ليس هناك. هذا التصوير المضخم هو ما تنتجه الآلة الإعلامية، تقريبا أكثر الصحفيين في داخل الصومال لا يستطيعون أن يكتبوا ما يؤمنون به وما يرونه حقيقة. هناك يعني مجموعة حسب ما تلاحظ أنت، مثلا في الصور التي تظهر في الجزيرة دائما يصورون الجانب الآخر، جانب الشباب والحزب الإسلامي هم يقاتلون، لا يذهبون إلى الجانب الآخر، يعني كأنهم ليسوا موجودين، وهذا يعني شيء منظم ومبرمج. ونحن نرى أن الجزيرة لها أجندة يعني خاصة بها للأسف الشديد، وتعمل لهذه الأجندة. ولكن الحقيقة لأنه هذه القناة يعني تعمل ضد الشيخ شريف بالتأكيد حسب قناعتي، على الرغم من علاقة قطر المتميزة بالشيخ شريف. ليس هناك علاقة متميزة الآن. نعم، هناك حقيقة الجزيرة منذ مجيء الشيخ شريف وهي تلعب هذه اللعبة، ولدواع ربما خاصة بهم، وربما هم أيضا يكونون تحت ضغط ما لا ندري، لكن هناك أيضا ربما المراسلون الذين لديهم في الأرض على الأرض في الصومال لهم أجندات أخرى. لكن الحقيقة هو أن ما الذي تبدل محمد الأمين؟ هذا كلام مفاجئ وجديد، يعني ما الذي تبدل في موقف الجزيرة حتى تغير؟ لا أظن أن ما الذي تبدل في موقف قطر؟ أنا لا أريد أن أخوض في موضوع قطر لأنه يعني موضوع خاص، لكن لا أريد أن لكنك تؤكد هنا بأن الصورة الإعلامية التي تنشر هي من هي ليست من جهة واحدة. نعم، ليست هي ليست نعم أبدا. الصحفيون الصوماليون المهنيون قدموا استقالتهم جماعيا لأنهم قالوا لا نستطيع أن نعمل في ظرف يفرض علينا أن نكتب ما نقول أو أن نقول ما يشار إلينا بالبنان. يعني الذين يعني رضوا بهذا الوضع بقوا، والآخرون قدموا استقالتهم، والآخرون ما زالوا يعني يكتبون ولكن يقتلون يوميا. يوميا تسمع أن هناك صحفي قتل، صحفي سجن، صحفي كذا. يعني هؤلاء لا يريدون أن يسمع صوت الآخرين. وهؤلاء هذا التهويل الموجود يعني في النهاية ستجد أن منذ أشهر على الأقل نسمع من الجزيرة أن الشباب الإسلامي على بعد 3 كيلومترات من القصر الرئاسي. 3 كيلومترات هو شهر كامل، يعني هذا غير معقول. يعني ومحاصر القصر، محاصر من جميع الجهات. الحديث الآن على أنه القصر محاصر، أي يعني هذا يعني القصر محاصر. كيف خرج الشيخ شريف وكيف سيعود الشيخ شريف؟ والشيخ شريف سيعود بالتأكيد، يعني الشيخ شريف لم يخرج هاربا، خرج ل يعني القيام بدوره في المشاركة في مؤتمر القمة في ليبيا، لكن يعني الشيخ شريف
يعود إلى الصومال، وهناك أعضاء يعني رئيس الوزراء موجود في الصومال والوزارة موجودة في الصومال والبرلمانيين موجودين في الصومال. طيب يعني هذا تصوير يعني تحويل الأمور بهذه الطريقة هي بسبب الآلة الإعلامية التي تمتلكها الجزيرة وكثير من القنوات العربية أو من الصحف العربية، تنقل أكثر أحيان من الجزيرة حسب ما تقول وتصدق وتروج. طيب يعني ولأن زملائنا ليسوا معنا اليوم على الأقل، لكن أنا مضطر بحكم الزمالة الإعلامية أن أدافع عن وجهة نظر المهنة على الأقل. يعني هم طبعا وهو ليس موضوعنا اليوم، هم على كل يقولون دائما أنهم يؤكدون على تغطيتهم هذه الرأي والرأي الآخر وما إلى ذلك. إذا كانت قطر أو الجزيرة ليست محايدة، هل المنظمات الإنسانية أيضا ليست محايدة محمد لمين؟ المنظمات الإنسانية تحدث عن النزوح، بأنه بالضبط في أكثر 200,000 نازح من مقديشو، هناك معارك والنزوح، هذا النزوح في هذه اللحظات يعني بأنه الأوضاع تكاد تكون انهارت. النزوح بدأ منذ بداية الحرب، لم يبدأ الآن، هو تراكم منذ بداية الحرب. يعني في الشهر الماضي سمعنا أنه 160,000، اليوم نسمع أنه 200,000، يزيدون، لكن ليسوا في يوم واحد مثلا نزحوا هذا العدد. يعني اليوم أنا سمعت تقرير المفوضية اللاجئين، لكن هي تقول منذ بداية الحرب، يعني منذ خروج القوات الإثيوبية من البلاد نزح 200,000 عفوا. يعني هذا تراكم، رقم تراكمي ليس رقم حدث الآن. النزوح بدأ منذ بداية هذه الحرب، ومع استمرار الحرب كل واحد يخاف على نفسه. يعني يعرفون أن هذه الحرب لن تقف إلى أن. جميل أستاذ محمد، يعني بحسب المعلومات المتوفرة لديك، صف لنا بالضبط ما هو الوضع العسكري والميداني الآن في مقديشو؟ أين يقف شباب المجاهدين الحزب الإسلامي، وأين يقف الشيخ شريف، وما هي يبدو أنه أنت على الأقل يبدو أنك غير إن صح التعبير انتقدت يعني بشكل أو آخر الوقوف العربي والأفريقي أيضا مع الشيخ شريف في قمة سرت الأخيرة؟ انتقدت. طيب دعنا نتحدث، دعنا نتحدث عن الوضع الميداني والعسكري. طيب الوضع الميداني هو في مكانه يتردد منذ شهر تقريبا، لكن لا تستطيع أن تقول مثلا الجهة الفلانية في المكان الفلاني، الجهة الفلانية في المكان الفلاني. في الصباح تجد أن الجهة الفلانية أزيحت من هذا المكان إلى أبعد مكان، وفي المساء تجد أن الجهة الفلانية أيضا المقابلة أزيحت من هذا المكان. وهذا راجع إلى أن هناك مجموعة الشباب الإسلامي وشباب المجاهدين والحزب الإسلامي لديهم يعني نفس الأسلحة التي تتمتع بها القوات الحكومية، ولديهم إصرار أكبر من القوات الحكومية. لماذا القوات الحكومية ليست مصرة؟ لأن القوات الحكومية ليست جيش نظامي، إنها مجموعة ميليشيات تابعة للشخصيات التي تقودها، ويأخذون أموال من الحكومة لهؤلاء الناس. يعني هم أيضا أنا حسب رأيي أو حسب تقديري وحسب تحليلي أن القائمين أو القواد التابعين للحكومة، بما أنهم ليسوا يعني قيادة عسكرية حقيقية يعني نصبت لتقود جيش معين أو كتيبة تابعة للحكومة، إنما هي تقود ميليشياتها الحقيقية، يعني هي تابعة لها، هي لا تريد أن تنتهي المشكلة أساسا، هي تريد أن تستمر. يعني مرحلة الكر والفر، في الصباح يبعدونهم، في المساء يتركونهم يرجعون، في المساء هكذا، حتى يبقوا في مناصبهم، يبقوا يأخذوا الأموال من الحكومة. هذه طبعا الحكومة ليست الجهة التي يمكن أن تلام في هذا، لأنها لم ترث جيشا نظاميا مكونا، إنما ورثت هذه الميليشيات الموجودة، وهي تدعمها كل ما تستطيع، هي أن تدعمها بالمال والسلاح. نعم. طيب يعني اسمح لي